100 سرير تدخل الخدمة للحجر الصحي بعد تخصيص بعض قاعات معرض بغداد الدولي كأحد المشافى الميدانية لحجر المصابين بفيروس كورونا والمقدم من إحدى المنظمات غير الحكومية. هذا المشفى تم تجهيزه بكافة المستلزمات والأجهزة والكوادر الطبية، مع تأكيد وزارة الصحة إن المؤسسات الطبية تعمل بكامل طاقتها للسيطرة على الوباء. زيادة هذه الأسرة هي رسالة للمواطن العراقي أن المؤسسات الصحية العامة والمستشفيات ستعود للعمل لاستقبال الحالات غير كورونا، وهذه الحالات المصابة سيتم توفير أماكن خاصة بها خارج المستشفيات. تبنت المؤسسة في هذا المشروع استحداث الغرف وتأثيثها من حيث الأسرة، واستحداث المجاميع الصحية، استحداث صالتين كبيرة، واحدة بسعة 320 سرير والثانية 100 سرير، مع غرف صالتين لاستراحة الأطباء والكوادر التمريضية. بتوجيهات من دولة رئيس وزراء وبإشراف مباشر معالي وزير التجارة دكتور علاء الجبوري أنه هيئنا قاعات معرض بغداد لأن تكون قاعات حجر مؤقت لوباء جائحة كورونا. حقيقة كوادرنا هيئة القاعات من الناحية الفنية واللوجستية، خصصنا حوالي 9 قاعات وبالإمكان نخصص يعني قاعات أخرى في حال تطلب الأمر ذلك. مستشفيات ميدانية وأخرى كانت من المشاريع المعطلة ستكون خلال الأيام المقبلة جاهزة لاستقبال المصابين بالفيروس، لتضاف إلى مستشفيات الحجر الصحي، إذ أكد رئيس الوزراء ضرورة تضافر جميع جهود مؤسسات الدولة لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته والعمل على مساندة الجيش الأبيض وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية. في الأسبوعين القادمة عندنا في معرض بغداد الدولي أيضا 350 سرير، في مستشفى الشهيد ضاري خلال الأسبوعين القادمين 350 سرير، وهكذا عندنا مستشفيات أخرى تم افتتاحها في السابق، وتقريبا إذا مو يعني أسبوعيا احنا عندنا صرح من هذين البناء والمشاريع والمستشفيات في سبيل أن نسيطر على عدد المصابين. زيادة أماكن الحجر الصحي تبين مدى حرص الجهات المسؤولة للسيطرة على الوباء، فهذا المستشفى الميداني يضاف للمستشفيات التي تم افتتاحها في الأيام الماضية، مع تأكيد وزارة الصحة بأن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح مستشفيات بطاقة استيعابية أكبر في بغداد وبعض المحافظات. من معرض بغداد الدولي، حسن الفواز، العراقية الأخبارية.